بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، النهاردة أصدقائي بكل اختصار هنتكلم عن ضبط إعدادات كروت نيفيديا. طبعا إعدادات كروت نيفيديا الافتراضية مش هتدي لك افضل اداء للكارت، فبالتالي في بعض الاعدادات، انا مش بقول كل الاعدادات، لا بقول لك في بعض الاعدادات من الافضل انك انت تعدل عليها او تغيرها علشان تقدر تحصل على افضل اداء للكارت. برضو في ملحوظة، مش هتضغط على الكارت، لا انت هتحسن اداء الكارت، يعني هتستغنى عن حبة جرافيك مقابل انك انت هتاخد حبة اداء. يعني في بعض الاعدادات او بعض الخيارات انت طبعا بتبدأ توقفها، وفي بعض الاعدادات اللي انت بتبدأ تفعلها علشان تاخد مقابلها اداء ببساطة. يعني طيب، كل اللي عليك يا صديقي انك انت تبدأ تحدث الكارت بتاعك، تحمل اخر تحديث من الكارت، لان مهم جدا انك انت تحدث كارت الجرافيك بتاعك. طبعا انا شرحت فيديو هتلاقيه طبعا في الاي اللي هتظهر فوق هنا، او هسيب لك الرابط موجود اسفل الفيديو في الوصف علشان تعرف ازاي تثبت او تحدث تعريف كارت الشاشة من الموقع الرسمي وباخر اصدار. ببساطة يعني بعد ما بتثبت تحديث كارت الشاشة وتحدثه وتطمن ان التحديث ده هو اخر اصدار بالفعل، هنبدأ بس نعدل على شوية اعدادات اللي حضرتك لازم تعملهم معايا، وهدي لك بعض المعلومات لو انت في حالة عايز تخصص اعدادات مخصصة للعبة معينة او برنامج معين غير الاعدادات الافتراضية اللي هي شغالة على كل البرامج والالعاب بتاعتك. مهم جدا انك انت تعرف الخطوة دي. اول حاجة بتيجي على الديسكتوب بتاعت كليك يمين، هتلاقي طبعا اعدادات الكارت ظاهر عندك، نيفيديا كنترول بانل، بتضغط عليها بالشكل ده. طبعا هيفتح ليك الواجهة بتاعة التعريف بتاعك عشان تبدأ تعدل وتظبط الاعداد بتاعك. اول خيار معانا اللي هو الخيار ده اللي هو adjust image setting with preview. انت طبعا في الحالة دي انت بتختار الخيار اللي في النص اللي هو بيكون افتراضي، بشكل افتراضي يعني، احنا طبعا مش هو الخيار اللي احنا نبدأ نعدل عليه، ده بتسيبه زي ما هو عادي مفيش اي مشكلة. وهنا طبعا عندك المانage 3D setting. هنا في المانج 3D setting عندك global setting اللي هي الاعدادات العامة، وهنا طبعا جنبه في بروجرام سيتنج. باختصار الاعدادات اللي هي الجلوبال سيتنج دي اعدادات بتكون مطبقه على كل الالعاب وكل البرامج اللي انت بتشتغل عليها على الجهاز بتاعك. طيب في حاله انت عايز تخصص اعدادات معينه للعبه معينه او برنامج معين، ما عليه غير انك انت بتدخل على البروجرام سيتنج وتبدا تخصص اعدادات زي ما انتم شايفين هنا لبرنامج او لعبه معينه، وده اللي احنا هنعرفه في نهايه الفيديو. طيب خلينا على الاعدادات المهمة العامة اللي هي طبعا بتطبق على اي لعبة وعلى اي برنامج لازم تبدأ تطبقها بشكل سليم. في بعض الاعدادات هتلاقيها زي ما هي مش هتغيرها، وفي بعض الاعدادات اللي انت هتبدأ تغيرها. ركز معايا كده، كل اللي عليك انك انت لو سرعت معاك في الاعدادات بتوقف الفيديو وبتشوف الاعدادات وتبدأ تطبقها. برضو في ملحوظة، في بعض الاعدادات اللي ممكن تلاقيها عندك زيادة وانا عندي مش موجودة، فبالتالي برضو ما تلعبش فيها علشان تبقى عارف. وفي بعض الاعدادات اللي انا ممكن تكون عندي زيادة وعندك مش موجودة، برضو ما تلعبش فيها، سيبها زي ما هي. يعني علشان ربما تقول لي في خيار مش ظاهر عندي، او في خيار عندك مش ظاهر عندي، او عندك مش ظاهر عندي، يعني ما تقلقش خالص من الخطوة دي، سيب الاعداد ده زي ما هو ما تغيرش فيه. اول حاجة طبعا هنا عندنا اللي هو الايمج شاربرينج، طبعا ده بيبقى اوف، اللي بعده بالشكل ده طبعا بيبقى اوف. هنا طبعا انا عندي 8 اكس بالشكل ده. بعد كده عندك الانتي ليزنج مخليه اوف بالشكل ده، طبعا عشان ابقى سريع معاكم علشان بس ما نطولش في الفيديو. هنا الانتي ليزنج مود طبعا بتخليه زي ما هو بالشكل ده ما تعدلش عليه. هنا طبعا الانتي ليزنج سيتنج
بتخليه 4x وهكذا. اللي بعده بيبقى اوف والباك جراوند ابلكيشن ماكس فريم ريت بيبقى اوف. وهنا الكودا جي بي يوز طبعا زي ما شايفين هنا هو اول بالشكل ده، يعني بتحدد عليه كده وتخليه اول بالشكل ده. وهنا طبعا اول ما تختاري الاول بتعلم هنا على الكارت بتاعك سواء انفيديا جي فورس ام اكس 450 او جي تي اكس 1650 او 1660 على حسب الكارت اللي موجود عندك، انت بتختاره هنا وبتضغط على اوكي بالشكل ده. بعد كده بتيجي على اللو مود، هنا طبعا بتخليه الترا هنا بالشكل ده، هو كان اوف ولكن انت طبعا بتخليه الترا بالشكل ده. وبعد كده بتسحب شويه بالاسفل كده. اللي بعده هنا الماكس فريم ريت طبعا بتخليه اوف بالشكل ده، والخيار اللي تحته برضو بتخليه اوف، والخيار اللي تحته الاوبن جي ال بتخليه اوتو بالشكل ده. انا طبعا بقولها سريع علشان خاطر وقت الفيديو، لو انا بدات اتكلم عن كل خيار يبقى كده هنطول والفيديو هياخد وقت اطول من اللازم. هنا بعد كده عندك الاوبن جي ال ريندرنج جي بي يو، طبعا بتختار الكارت بتاعك في حاله لو انت مختار اوتو سيلكت، لا انت اختار الكارت لانه مهم جدا، فانت بتختار نفيديا جي فورس. بعد كده عندك الباور مانجمنت او اداره الطاقه، مهم جدا انك انت بتخليها هنا بريفير ماكسيمم برفورمانس، احنا عايزين افضل اداء للكارت بتاعنا. بعد كده الخيار اللي تحته بيبقى درايفر ديفولت، والخيار اللي بعده بيبقى اون، والخيار اللي بعده اللي هو زي ما شايفين كده برضو هنا بتخليه الاو. بعد كده اللي بعده الكواليتي، هنا بتختار الهاي برفورمانس بالشكل ده، مهم جدا انك انت تختار الهاي برفورمانس. وبعد كده بتنزل شويه بالاسفل، اللي بعده بيبقى اون، واللي بعده الاوبتمايزيشن بتخليه اوتو، وهنا عندك التريبل بتخليه اوف، والفي سينك بتخليه اوف بالشكل ده. الفي سينك مهم جدا انك انت تخليه اوف بالشكل ده بدل ما هو يوز 3D ابلكيشن سيتنج، هنا طبعا بتخليه اوف بالشكل ده. وهنا الفيرجوال بتخليه 1 واللي بعده بتخليه اوف بالشكل ده. دي الاعدادات اللي انت بتعملها، وبعد ما بتطبقها وتخلص وتتاكد ان الاعدادات كلها انت طبقتها بالشكل ده، هنا بتضغط على ابلاي، يعني بتبدا تطبق كل الاعدادات اللي انت عملتها. بعد كده يا صديقي في حاله لو انت عايز تطبق اعدادات مخصصه لاي برنامج او اي لعبه، فانت هنا عندك البروجرام سيتنج اللي هو البرامج الالعاب. لو انت جيت هنا بالشكل ده طبعا زي ما شايفين اول حاجه من فوق اساسن كريد اوديسي لعبه، وهنا طبعا بالاسفل هتلاقي طبعا في برامج وفي متصفحات، وفي هنا عندك ستيم وعندك تيم فيور، يعني عندك كل البرامج والالعاب اللي انت مثبتها. في حالة انت عايز تطبق اعدادات مخصصة للعبة معينة او برنامج معين انت بتختاره، انا على سبيل المثال ممكن اختار اساسن كريد اوديسي، وهنا كل اللي عليك انك بتضغط على اد اضافة. اول ما بتضيفها في القسم ده طبعا الاعدادات اللي عندك دي بتبدأ تعدل عليها زي ما انت عايز. الاعدادات اللي انت هتعدلها هنا هتبقى مخصصة للعبة او البرنامج اللي انت تبدأ تطبق عليه الاعدادات دي. يعني احنا في الاول هنا الجلوبال سيتنج او الاعدادات العامة طبقناها على كل البرامج وكل الالعاب. في حالة لو انت عايز تطبق على لعبة معينة انت عندك هنا اللعبة بتختارها وبتضغط على اد، وادي الاعدادات بتاعتها اللي انت تبدأ تعدل عليها. اوكي، لو انت مش عايز تضيف حاجة زي كده خلاص اكتفي بالاعدادات دي اللي هي هتبقى مطبقة على كل الالعاب والبرامج بتاعتك. في حالة لو انت عايز تطبق على لعبة معينة اتأكد ان هنا في الخيار الثاني اختار الهاي برفورمانس نفيديا بروسيسور، مهم جدا انك انت تختار الخيار ده علشان تحصل على افضل اداء، لانك انت لو اخترت هنا اليوز جلوبال سيتنج اللي هي الاعدادات اصلا الافتراضية فانت كده مش هتاخد افضل اداء للكارت. ولكن طبعا انا انصحك انك انت هنا بتختار الهاي برفورمانس نفيديا بروسيسور وتبدا تختار اللعبه، وهنا الاعدادات اللي انت تبدا تعدل عليها بالنسبه للعبه بتاعتك ببساطه. تمام، في حاله طبعا ظبطت الاعدادات بتاعتك وخلصت هنا بتضغط على ابلاي وبتطبق الاعدادات بتاعتك، يبقى انت كده صديقي طبقت او اخترت او عدلت افضل اداء لكارت الشاشه بتاعك، وطبعا هتجربه في الالعاب في البرامج هتلاقيه افضل من الاول. ده اصدقاء بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده. في النهايه يا صديقي اتمنى ان انا اكون قدمت ليك المعلومه بشكل بسيط وبشكل مفهوم، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.